يفرق قوي. ده ميكانيك متربيه فيه من وانت في الشباب بتدافع في ثلاثه، هو عمره ما دافع في ثلاثه حتى في الشباب في سنه، فهو حل حل بس مش احسن حل في ماتشات اهلي وزمالك وماتشات نهائيه. طبعا فهو الحلول في النص بتبقى ضعيفه دلوقتي، موجوده في الزمالك مش زي الاهلي. هي دي الحاجه الوحيده، ان الاهلي زياده عنك عنده باكين بيدافعوا في ثلاثه وبيهاجموا في الباك اللي هو صحيح. فيصل واحمد مجدي. هي دي اللي فارقه بينك وبين الاهلي، غير كده احنا احسن منهم بكتير. الحلول الفرديه، الكواليتي اللعيبه هجوميا احسن. لو جرينا زي ما قلت لحضرتك ان نجري موجه تانيه ونجري جري كتير على طول، نجري فاست بريك لما نقطع الكوره او الجون يصد لازم نجري عليهم. ان شاء الله الماتش ده هنكسبه باذن يا الله، رب. بطوله افريقيا وابطال الكؤوس باذن الله. وانا بقول لك اهو من هنا ان شاء الله لو لعبوا بنفس اللعب اللي احنا لعبناه في الترجي ان شاء الله هنكسب سكور ان شاء الله. يا رب يا رب. طب قولي، خلينا نروح بقى لكأس الكؤوس. شايف مشوار الفريق ازاي لحد دلوقتي في بطولة كأس الكؤوس؟ انا بصراحه كنت خايف عليهم عشان خاطر انا عارف احنا مش متعودين على الخساره، واحنا الفرقه الغريبه يعني شويه عندنا حته الخساره دي بتاثر فينا جامد جدا، لان احنا مش متعودين على ده، مش متربيين على ده. والموضوع الخساره بيأثر فينا جامد جدا وبياخد وقت معانا. بس احنا عندنا برضو ميزه ان احنا مترابطين قوي وبنعرف نطلع من الموضوع ده، وبنبقى عاوزين نفرح الجمهور اللي هو ملوش ذنب في الليله دي كلها. بس الحمد لله هم عرفوا يلموا نفسهم عشان معاهم كابتن فريق كبير زي احمد الاحمر، ولعيبه كبيره معاه مودي وفلفل وناس، واحمد حسام، ناس قديمه معانا وعاشوا الفتره دي وعاشوا ازاي لما تخسري لازم نلم نفسنا بسرعه عشان لازم عندنا بطوله لازم نكسبها، ما ينفعش نخسرها. صحيح. فانا متاكد ان شاء الله ان هم ماشيين دلوقتي. انا حاسس ان هم ماتش الترجي ده فوقهم، يمكن جانب من التدريبات الخاصة طبعا من الجزائر. تالي كابتن مجدي والناس الكبيرة زي ما انت بتقول يا محمد، سريعا قفلوا الصفحة وبدأوا يلموا الدنيا، لان البطولة في البطولة دي بتبقى حاجة صعبة قوي، والمباراة البطولة اللي من المباراة دي بتبقى حاجة صعبة قوي بصراحة. بالظبط يعني حتى هم خلوها قبل نهائي ونهائي، بس استل هي مباراة، ما هي الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في المباراة الاخيرة. سيبك من المباراة اللي بتبقى في السيمي فاينل دي، ما بتبقاش حاجة يعني. طيب المشوار زي ما بقول لك، شايف الدنيا عامله ازاي من اول مباراه بداناها في كاس الكؤوس لحد دلوقتي، الدنيا شايفها ازاي؟ انا شايف ان الفرقه بتتطور ورجعنا للطريقه بتاعتنا اللي بيكسبنا، بدانا نرجع تاني اللي بندافع وبنجري فص بريك، ما بنوقفش فص بريك خالص، بنسنتر سريع، بنعمل موجه تانية، عشان كده شكلنا بقى كويس. السكورات بتاعتنا لو تاخدي بالك في ماتش الترجي احنا عدينا ال 35. انت خدتي بالك الماتشات اللي قبل ما نسافر بطوله السوبر او بطوله افريقيا كان الهجوم بتاعنا ما بيتعداش حاجه و20، حاجه و20، فده مبشر ان احنا ما بنجريش خالص. ومش عارف ليه ما بنجريش، احنا عندنا كل المميزات ان احنا نعرف نجري وبنعرف نعملها كويس واحسن من اي فرقه تانية. ولما عملناها ستيف عملناها في الترجي، خلاص احنا الترجي ما عرفش طول الماتش احنا كاسبين 5-6. هو الهاندبول دلوقتي بقى جري. لو الناس بتتفرج على الفرق الاوروبيه، كل الفرق اللي بتجري وبتعرف تعمل موجه تانيه وبتعرف تجري فاس بريك وسنتره سريعه والكلام ده، حتى لو هم هجوميا ضعاف بيكسبوا طبعا. يعني ماجدبورج ده كسبت بطوله اوروبا مرتين ورا بعض، لو شفت الهجوم بتاعها ولا هجوم برشلونه ولا هجوم باريس سان جيرمان ولا هجوم كيلسي ولا اي حاجه هتلاقيهم اقل منهم بكتير. بس فرقه بتعرف تدافع وتجري فص بريك وموجه تانية زي الكتاب بيقول، واحنا بنعرف نعمل ده وطول عمرنا متربيين عليها، فليه نوقفها؟ ليه نوقف ميزه احنا بنكسب بيها طول حياتنا؟ وطول كل البطولات اللي كسبناها كده.